طيب نواصل في التسعير. الآن انتهينا من صب الفرشة البيضاء وخلاص. بعد الشغل في مباني جريد بيم وسقف المعلقة، بعدها بيتكرر بيمشي معاك عادي يعني. يعني بيصب عمود طويل، سلالمك، أبيام السقف، لو عندك مصاعد تصبها، لو عندك سقف، السقف أكيد هتصبها تمام بأبيامه وكده. بعد الشغل حيكون شنو مكرر. تعال نشوف عمود طويل واحد حسعره كيف. هفتح الملف ده اوري دي انا فاتحه. طيب جريم في عفوا في الاعمده القصيره تحت قلنا الحداد، لما جيت سعرت عمود قصير واحد ما خطيت الحداد في الحسبان. ليه؟ لانه حسبته تحت في القواعد. طيب هنا لا، في عندك اشاير بس، فلازم تعمل شنو حداده للعمود بالكامل. طيب اول حاجه انا محتاج ليه ايجار عده. قلنا ايجار العده بالاتفاق، مثلا العمود وقع معاي مثلا ب 600 جنيه بترحيله تمام. مصنعية النجار، النجار مثلا خلاص اذا كان في الاعمدة القصيرة تحت ماخذ 300 جنيه، هنا حيزيد لك 100% لانه الارتفاع زايد والحتة ذاتها ما نفس الحتة اللي كان قاعد فيها. هناك كان قاعد تحت الارض وهنا كان طلع لفوق، كل ما تطلع لفوق كل ما زادت 10% في السعر او على حسب الاتفاق. فهنا مثلا النجار حياخد 400 جنيه على سبيل المثال، او قول 350. الحداد ما اخذ 300 جنيه. عمال البشر اذا انا قلت عندي اعمدة كثيرة وعايز اصبها في نفس اليوم، قلنا قبيلك عندي 22 عمود، هل هصبهم في نفس اليوم او لا؟ طيب مصنعية عمال الباتشر هنا قلنا هنصب يدوي، عشان كده هنغض النظر عنها. مصنعية عمال الصب اليدوي، اليدوي مثلا قال بياخد النجار 350 تمام. طيب بالنسبة للرش بنفس النظام، قلنا قبيلك 8 ايام، 8 ايام ركز كويس. انا نفسي الرش هياخد نفس الطريقة بتاعت شنو بتاعت الاعمدة القصيرة تحت، فما هنغير فيها حاجة. التمانية ايام وقع معي اذا انا مثلا حديه 400 جنيه المرة دي في 8 ايام، اذا انا حديه 3200. 3200 على 22 عمود، اذا العمود وقع معي ب 145 جنيه، قول 150 جنيه في العمود. انت بتديه 150 جنيه شنو في العمود، ما يعادل يعني. طيب حاجي المجموع، حيكون المجموع بحمس المعادلة اللي فوق دي، هقول له اتأكد انه شغال بالانجليزي، يساوي ديل كلهم كده مع بعض وينتر. عفوا نرجع تاني، هنقول له يساوي، هكتب مثلا صم وافتح قوس، اقول له الثلاثة ديل تمام معاهم ديل برضو جميل، اقول له انتر. معلش في حاجة غلط هنا، هعمل يساوي صم، لا هفتح قوس طوالي، اقول له مثلا ده زايد تحت طوالي زايد تحت زايد 350 زايد 150 واكفر القوس انتر، جاي العمود واقع معي ب 1750 تمام. طيب نسبة الربح يا باشمهندس عايز تاخد كم؟ عايز اخد 750، اقول له 2500 طوالي مباشرة. طيب يا باشمهندس تعال ارجع للجدول بتاعك، شوف انت الاعمدة الطويلة دي كاتبة بشنو؟ كاتبة بالعدد ولا كاتبة بالمتر المكعب؟ طيب بالمتر المكعب اريد تجهيز صف خرسانة سلة لزوم الاعمدة الطويلة بالمتر المكعب 11.3 تمام. ذكر الرقم ده 11.3. طيب هرجع للملف بتاعي. طيب انا عندي سعر عمود واحد بالتغريب هو كم؟ 2500، ما محتاج تغريب. طيب سعر المتر المكعب الواحد باقي لي بكم؟ طيب اذا العمود الواحد 2500 وانا عندي 22 عمود، هيكون 22 عمود في 2500 هيديني 55000. انا محتاج عشان اصب اللعبه دي كلها محتاج لي 55000. طيب 22 عمود ديل مديني امتار مكعبه كم؟ 11.3. تعال نشوف المتر المكعب واحد واقع بكم؟ واقع ب 4867. قول معي نفترض مثلا واقع معي ب 4870 قرب مثلا تمام. حاجة طوال ارجع هنا اقول له يا اخي هنا سعر المتر
المكعب الواحد والواحد واجي معي ب 4870 جنيه، تمام؟ امشي الجدول بتاعك. عفوا مشي الجدول، اكتب الرقم ده هنا 4870 جنيه، تجيب هنا تقول له يساوي ده مضروب في ده وينتر. قال انت محتاج لك لي 55,031 جنيه الى لغاية حتى المحاضرة القادمة.